بس أنا لقمان ديركي. هكذا حدثنا هردبشت. ألف سردة وسردر معي أنا لقمان ديركي. المحاسبون في الأرض. على الأغلب كل أيام حياتك كنت على موعد مع المحاسب. لا أتحدث عنكم يا من بدتم تسحبون رواتبكم من الحيطان، بل عن الذين ما زالوا على موعد مع محاسب الشركة في مثل هذا اليوم من كل شهر. أدام الله عليكم هذه المقابلة طول العمر. ولا شك بأنكم كلكم تعرفون المحاسب أكثر مني بكثير، فهو ذلك الشخص الأنيق المرتب النظيف وغير البشوش. لا ابتسامات على محياه، بل ولا تعابير، كالمذيع الذي يذيع خبر مقتل الآلاف دون أن يرف له جفن، لأنه رفة الجفن قدام الكاميرا ممنوعة يا طيب. وكما يقول الشاعر الكردي العراقي الراحل بلند الحيدري في قصيدته: 20,000 قتيل خبر عتيق كوجه المذيع الذي شاء له أن لا يحس بما يذيع، والمحاسب شاء له أن لا يحس بما يحمل. فتراه يمسك رزمة النقود التي تنتظرها بلهفة شديدة، وقلبك يقول حب عشرات المرات في الثانية، ويعدها ببرود على العداد الإلكترونية. وأبلى كان يا حبيبي يبل إصبعه بلسانه ويحصيها متمتما الأرقام تمتمة، شافطا للواعج قلبك المشغوف بلحظة اللقاء التاريخي بينك وبين أوراق البنكنوت. يناولها إياك فتهم بوضعها في جيب الكبوت، فيقول لك أنه أعد لو سمحت، فتعدها وهو يرمقك بملل عجيب. ولا تتذكر أنك رأيت محاسبا غير غاضب غير ناقد، فهو مراقب جيد جدا للأجواء من عليائه من فوق جبل الأموال الذي يتربع عليه ويمتع به ناظريه ويلمسه بيديه. ولكنه يعرف ما له وما عليه، وأن كل هالقعدة ما هي إلا حراسة بحراسة للغالي، للمصاري، للقوة، ولما هو غير معروف لماذا يحظى بمحبة كل الناس. إلا أنه ما حدا بيحب الإفلاس، والمحاسب بالذات لا يحب الإفلاس ولا يحب المفلسين. فترى كل أصدقائه من الأغنياء والمريشين، وهم يحبونه لأنه يفهم في أمورهم وشؤونهم وشجونهم، يفهم في المال حتى لو كان ابن حلال وفقير ووضعه بالويل، لكن أواعي ستايل وماركات وعطوراته تعباية بس مو من عند من ما كان، لذلك يرمقك بغضب. فهو لا يحب منظرك ومناظر أشقائك الهفتانين التعبانين. هو ذاته إذا صادفته مساء مع أصدقائه وسلمت عليه، فثق بأنه سيطيلس ولن يرد عليك، مع أنه صلة الوصل ما بين فوق وتحت. وهل من صلة بين فوق وتحت إلا المال يا ستار؟ وكيف غاب صوت الإنسان، وكيف تحولت الدراهم إلى مراهم تشفي الحروق والجروح والقروح، وكيف صارت السعادة تشترى بالمال، وكيف صار المحاسب يحاسب الطابور الناطور على أبوابه؟ كيف يناولك المبلغ الصغير بينما دماغه يعمل مع المبالغ الكبيرة؟ كيف أنه يعطيك دون أن يراك؟ وكيف يراك ومن يراك وأنت لم تلمس في حياتك قدرا من الأموال يجعل منك ظاهرا للعيان؟ لكن المحاسب نظامي ودقيق وصارم ومرتب وأنيق، وهو بالضرورة ومن غير الضرورة أن يكون ابن حلال. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.